بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الصائمون والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. ألتقي بكم في آخر حلقة من حلقات هذا الشهر المبارك، وهذه الحلقة بعنوان فدية الصيام وزكاة الفطر. كثير ديال الإخوان والأخوات كيسألوا أسئلة عن فدية الصيام وعن زكاة الفطر، فأحاول في هذه الحلقة أن أبين للإخوة والأخوات فدية الصيام في المقطع الأول والمقطع الثاني، أن أبين لهم ما يتعلق بزكاة الفطر. وأقول وبالله التوفيق في المقطع الأول أن الفدية هي ما يقدمه العاجز عن الصيام أو العاجزة، سواء رجل أو امرأة، للفقراء والمساكين. اللي ما استطاعش يصوم رمضان وما استطاعش يقضي، هذا اللي غادي يخرج الفدية. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في آية ديال الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وفي قراءة، قراءة حفص، فدية طعام مسكين. قراءة ورش، فدية طعام مساكين. قراءة حفص، فدية طعام مسكين. إذن اللي ما استطاعش يصوم وما يستطاعش يقضي، يخلف هذاك الأيام اللي كلا اللي فطر، هذا غادي يفدي. شكون اللي غادي يفدي؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز وأصحاب المرضى المزمنة، هذو غادي يفطروا في رمضان ويفديو. هذو هما الناس اللي غادي يفديو: الشيخ الكبير، المرأة العجوز، أصحاب المرضى المزمنة. اللي مريض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، ما غاديش يتشافى، وقال له الطبيب انت خصك تفطر في رمضان، هذو هما اللي غادي يفديو. المقدار ديال الفدية، المقدار ديال الفدية فيه خلاف بين العلماء. هناك من يرى أن المقدار ديال الفدية صاع بحال زكاة الفطر، ومنهم من يرى نصف صاع أي نصف زكاة الفطر، ومنهم من يرى الربع. الصاع هو أربعة ديال الأمداد، أربعة ديال الحفنات، ما يكونوش كبار، ما يكونوش صغار،
متوسطين. هذا هو الصاع، والصاع قدروه العلماء بين 2.40 كيلو حتى 2 أونص، كاين اللي وصلها حتى وصل الصاع حتى 3. إذن خير أمور أوسطها وهو 2 كيلو أونص، حتى اللي دار 2.3 كيلو ماشي مشكل. إذن لمن تعطى هذه الفدية؟ كاين بزاف ديال الناس كيسولو واش نعطيها لولدي، واش نعطيها لبنتي، واش نعطي. إذن هذه الفدية تعطى للفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان عنده خوه، أختو، القرابة، فقراء أو مساكين، يعطيهم هذه الفدية. والفدية أحسن تكون طعام، طعام، لأن الله سبحانه وتعالى قال طعام مساكين أو طعام مسكين. هنا جمهور العلماء كيقولوا أن نقص الإطعام ماشي نقص. إذن الطعام، كان أنس بن مالك لما شرف كبر، مهم واش كان يدير؟ كيقولوا العلماء أنه هو افطر عامين ديال رمضان، في آخر شهر ديال رمضان كيجمع 30 مسكين وكيطعمهم. هذا هو أحسن الإنسان اللي عاجز عن الصيام وفطر وبغى يفدي، أحسن إما يطعم كل يوم مسكين حتى يكمل شهر رمضان يجيب 29 أو 30، كل يوم يفطر، يفطر مسكين، يفطر عنده مسكين فقير، أو يديله الفطور إذا كان جاره مسكين أو فقير يديله الفطور كل يوم إلى استطاع، حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفس إلا وسعها، الفكرة الأولى. أو كل 10 أيام يجمع 10 يفطرهم أو يصدق عليهم، أو في آخر رمضان يجمع إلى ما استطاعش يطعم في داره أو ما عرفش المساكين، يجمع ذاك الفلوس يعطيهم الواحد أو يقسمهم على المجموعة ديال المساكين. هنا كيشوف الإنسان الاستطاعة ديالو واش حسب القدرة ديالو. وكاين اللي كيسأل كذلك واش الفدية نقلوها من أوروبا للمغرب؟ هنا جائز كيقولوا العلماء، حتى الإنسان مثلا ما استطاعش يصوم كيعيش في أوروبا وبغى يسردها لمساكين المغرب لا حرج، ولكن إلا كان شي مساكين في البلد اللي كيعيش فيه أفضل، وإلا يصيفطها المغرب ولا أي بلد المساكين والفقراء فلا حرج وجائز. أعتقد أن الأسئلة اللي كتطرح في الفيديا راه جاوبت عليهم، وأنتقل إلى زكاة الفطر. زكاة الفطر كتكون في آخر شهر رمضان، وأنا أسلم فرضها على كل مسلم سواء كان كبير أو صغير أو حر أو عبد أو ذكر أو أنثى. شكون اللي كيدي هاد الصدقة ديال الفطر أو زكاة الفطر؟ ولي الأسرة اللي مثلا السيد رجل عنده مثلا العائلة كتكون بنفسه والزوجة والأولاد، حتى لو كان مثلا شي واحد أو شي وحدة
يعيشوا معاه في نفس الدار وكينفق عليهم، يمكن كاين الوالدين ديالو كيعيشوا معاه، هنا راه غادي ينفق وغادي يدي زكاة الفطر على كل واحد، كل واحد غادي يدي عليه زكاة الفطر واخا كان مجنون أو مريض أو كما يكون. كان واحد الإشارة هنا، الفرق اللي كان بين زكاة الفطر والفدية أن الفدية لا تجب على المجنون وعلى اللي ما عندوش العقل، بخلاف زكاة الفطر واخا المجنون كنديو عليه زكاة الفطر. الفدية لا، لأن الإنسان المجنون أو أحمق ما عندوش العقل هذا رفع عنه القلم كما جاء في الحديث الصحيح، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. باش نشوفوا هنا الفرق، الفدية لا يطالب بها المجنون واللي ما عندوش العقل، وإنما مثلا المجنون اللي ما عندوش العقل كيف يفطر في رمضان هنا ما خصوش يفدي، بخلاف زكاة الفطر ها كل واحد سواء كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى كنديو عليه ها زكاة الفطر. الوقت ديالها، الوقت ديال زكاة الفطر، زكاة الفطر الوقت ديالها من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، حتى لما كانش صلاة ديال العيد في وقت ديال الصلاة ديال العيد. إذن اللي اداها، من أدى هذه الزكاة زكاة الفطر بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وإنما الواجب أداؤها من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. ويمكن يجوز هنا، يجوز يقدمها الإنسان بيوم أو يومين عن العيد، النهار أو يومين قبل العيد. هنا كاين واحد الحكمة ربما الناس ما كيعرفوهاش، علاش شرطوا هنا الفقهاء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد؟ هنا كيقولوا مثلا واحد مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، بعد الغروب هنا مات بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر، انتبهوا هنا مزيان. أما اللي مات قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان ما عليه بو زكاة الفطر، انتبهوا هنا مزيان. وكاين الناس مثلا اللي غادي يقدموها يوم أو يومين من العيد، ومن بعد بقى بعض الساعات بعض اللحظات من غروب آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان كيموت، ادى عليه زكاة الفطر، هي ماشي واجبة عليه، ولكن تكون صدقة من الصدقات. وكذلك الولد إلى تزاد قبل غروب الشمس آخر من آخر يوم من رمضان كان عليه زكاة الفطر. أما اللي تولد بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان ما عليه بو زكاة الفطر. كان بعض العلماء وكان بعض الصالحين كان يزكي
ها كان يدي زكاة الفطر حتى على الجنين، ولكن هذه ماشي وجبة، هذا تطوع مستحب. أما الشرع هذا هو، وأعيد أن اللي تولد بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بعد الغروب اللي تولد بعد الغروب ما عليه بزكاة الفطر، اللي تولد قبل هو بحال الباقي عليه زكاة الفطر، اللي مات قبل الغروب من شمس آخر يوم من رمضان ما عليه بو زكاة الفطر إلا حتى إلى مات بعد الغروب. المقدار ديالها، المقدار ديالها كما في أحاديث أن الله سلم فرض صاع من تمر، وكان الرواية وشاعير وزبيب وإلى غير ذلك، والصاع كما بينت في الفدية الصاع وهو 4 ديال الحفنات، تكون متوسطة ماشي كبيرة ماشي صغيرة، والعلماء قدروا هذا الصاع كما قلت نحسبوا 2.5 كيلو ونخرجوا من الخلاف. مثلا الفقير ما عندوش باش، ما عنده والو باش يدي زكاة الفطر، كيستنى حتى يعتولوا الناس يؤدي زكاة الفطر. على من تجب؟ اللي عنده ما ياكل هو والأسرة ديالو يوم العيد وعنده زيادة يؤدي زكاة الفطر، اللي عنده غير ما ياكل في هذاك العيد وما عطاولوش الناس هنا لا حرج، ورفع عنه الشرع ارفع عليه زكاة الفطر. لمن تعطى؟ تعطى للفقراء والمساكين، ماشي كما قلت بحال فدية عاود بقاو الناس يعطيوها غير الدور غير تما غير في العائلة، إما الفدية ولا زكاة الفطر. على المسلم يوسع، يشوف الناس الجيران فقراء ومساكين، يشوف الناس في الدوار، يشوف الناس في الحي، يشوف أما هذوك اللي هذوك اللي معاك ولا قرابين لك ما أحسن أعطي لهم الصدقة، أعطي لهم صدقة. أما إنسان يحاول الفدية وزكاة الفطر يعطيها اللي يسحقوها من الفقراء والمساكين، وكذلك حتى إلى مثلا ما استطعش يعطيها طعام دقيق ولا هذاك الشيء اللي كياكل هو، يقدمها نقدا فلوس لا حرج، يقدمها فلوس. كذلك زكاة الفطر ممكن ينقلها الإنسان وراه في الخارج، يدير التليفون لعائلة ديالو ولا لشي واحد ولا صاحبه ولا صديق ديالو مثلا في البلد ديالو، يقدمها للفقراء والمساكين في البلد ديالو فلا حرج. وأعتقد أن الحاجة اللي كيسأل عليها الناس في الفدية وزكاة الفطر، ربما هذه هي الأسئلة كثيرة اللي كيسألوا عليها الناس بزاف في هذه الأيام الأخيرة من شهر الصيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، وأي واحد كان عنده شيء نزاع ولا خصومة ومع سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة فليحاول في هذه الأيام، لأن هذه أيام مباركة، عصر الأيام الأخيرة من رمضان أيام مباركة فيها ليلة القدر، وبعد رمضان كاين العيد، الإنسان يحاول أنه يتصالح ويتسامح، راه الدنيا ما غاديش تبقى، راه كل شيء غادي نموتو. وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.